طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. أنا الأخ الضحية عائشة العوار، والسيد ديالها هو اللي قتلها. هي مشات دا بنت المستشفى الجامعية باش تخدم، هي خرجت في 7:30، هو خرج موراها بالموتور. ملي هي وصلت تما المستشفى، والله اعلم كيفاش تلاقاها، واش عيط لها، واش تلاقاها تما. ربما البوليس راه عندهم داكشي مصور وموثق، شافوا الكاميرات وشافوا فين هذه. من بعد داها ودا الحد في قتلها، بحال اللي شفتوا راه تمرها في الحفره وغطاها. ايوا هذا الشيء اللي حنا مشينا النهار الاول عملنا الشكايه، انا اخاها عملت الشكايه بان راه اختي اختفت، وقالوا لي زعما فاكي، وعاودت لهم الحقيقه بحال الشيء اللي كنقول، مشات دي بنتها تخدم وهذا وهذا. وقالوا لي الراجل ديالها فين هو؟ قلت له الراجل ديالها راه عمل عمليه وراه معدوم وما قد على والو. وبقات هيداك على غدا، مشيت الدائره الاول الدائره الثالثه ديالنا، على غدا عيطوا لي في الدائره السنترال. مشيت تبت الكلام اللي قلته في الاول، قالوا شنو يظهر لك في هذا الشيء هذا؟ قلت له واش عندها شي اعداء، عندها شي كذا؟ انا ما عندها شي اعداء، ما شي نقول نطلب نزل برا على شي جهه ولا هذا. ولهذا رجعت للدار. ملي رجعت للدار عيطوا لي ولاده، قالوا لي يا خالي راه با ملي جا البارح جاب معاه واحد الفوطه بيضاء رداوها البوليس فيها الدم، وواحد الحوايج ديالو هما الداخليين ديالو فيهم الدم. قال لبنتو عمل لهم الماء طايب وجافيل هذه، وهو جا فيه التراسية ديال 70 في العنق ديالو، بجوج جهات فيها التراسية 70 وفي صدره، وعنده تكربيش في على الساقين ديالو، وعنده شي ضرب في راسو وفي يدو، في طرد يدو عنده ضرابي. وملي قالوا لي هذه الهضره هذه مباشره، ما دخلتش للدار، انا كنت في الدار وسمعت هذه الهضره، قلبت عاود مشيت للبوليس وعاودت لهم هذه القصه هذه. ديك الساعه طلعوا معايا ومشاو داوه الشيء التقرير عند البوليس، راه من المغرب داك الايام ديك من المغرب هما كيسولوا ولاده، وكيسولوا هو كيسولوا يعني المجرم، كيقول اجيني انا ما عنديش معها حتى مشكل، ولاده عندها المشكل مع ولاده، كيبعد التهم على راسه. وانا بيدي كنت تما حتى من المغرب حتى 3 الصبح كنشوف فيه، وانا بيدي غنقول يعني ما دار والو، مثبت كانه ما دار حتى شي حاجه. كيسولوه يعني في كوميساري سنترال، في المحل ديال الرؤساء، جوج الرؤساء كانوا كيسولوه. هم 3 د الليل كيدخلوه هو ويخرج، كيدخلوا ولادو واحد بواحد. اخر ساعه بان لهم غادي يطلقوه، 3:30 د الليل طلقوه. هو طلع من الدار وحنا جينا للدار ديالنا وما عرفناش شنو وقع. حتى على غدا كانت الجمعه في ايام الله، عاود عيطونا حنا ما عرفناش شنو وقع. قالوا لنا هودوا كوميسار سنترال، هودنا. ملي هودنا تما قالوا لنا راه السيد راه مشينا موراه، راه نقز فوق السطح، وراه دابا تهرس من كتفو، راه مشي جيبوا صيفطوا ولاده، جابوا له الحوايج، طلعوا من الدار ديالو جابوا له الحوايج، داوهم واحد من الخميس، بدلوا ديك الحوايج. والمهم بقينا ديك الساعه بقى هو في السبيطار وحنا طالعين هوادين، حتى على يعني ما يقدرش يهضروا معاه ولا يقر، يعني راه من نهار 3 في الشهر حتى وقيله شي 24 وقيله، باش هبطوه هما يعني باش المستشفى سلموا للبوليس. وعاد ديك الساعه قال لهم الله اعلم شنو قال لهم، مشى هو بيد هو مشى باش جبدوها. هذا الشيء اللي كيقولوا راه هي كان عندها الفلوس، هي كانت ماشي بزاف، عملت له العمليه مش مع اولاد حبيبي، ها حبيبي هنايا اولاد وهذو اللي مجموعين، جمعوا له 6 مليون فرنك. ربما صرفت عليه شي مبلغ، واحد المبلغ اخر بقى معاها. هو ملي هي النار اللي خرجت كان المبلغ معاها، والتعريف ديالها هي، والتعريف ديال ولدها، والهاتف ديالها المحمول،
هو جابوه سيبوه في واحد يعني من بعد ظهر سيبوه في واحد المحل ديال الجار ديالو. الجار ديالو كان عنده السالون ديالو دائما كيتعامل معاه واحد السيد نساكر ربما راه معروف الجار ديالو راه معروف تما قبل الدار قبلت الدار. المهم على حتى على ملي داوه النهار الثاني هو السيد داخل دارو وشاف داك الشيء واحد الكلب جبد داك هو كان داك الشيء واحد الكسوه ديالو فيها الدم ديالو هو فيها الدم والهاتف ديالها المحمول باش تاكدت فيه التهمه. سيبوه تحت واحد الدروج واحد جا واحد الكلب صغير جبد داك الشيء جبد داك الشيء. والسيد مول الدار ملي دخل في شي الوحده د الليل حنا كنا تما في كوميساريه وهذا الشيء راه معروف جابوا مول الدار جابوا الكوميساريه باش تاكدت بان السيد هو القاتل ومن بعد تبين بان السيد هو اللي قتلها. ما الا قالوا شي حاجه راه هذا تهرس من رجلو كاين سمعنا شي حاجه كيقولها تهرس من رجلو ما كيتهرس من رجلو ما والو كان عنده الضربه في كتفه ودابا باقي كاين هو معلق يدو يعني كتف ديال يدو هو اللي مهرس. ايوا هذا الشيء اللي كاين ورحم الله مرحومه كيتعدى عليها دائما كان كيتعدى عليها وكتصبر على ولادها. انا ميرا انا خاها واحد الوقت يعني كثار من 5 سنين ولا الله اعلم ما عقلش بالضبط قلت يا اختي سالي معاه ونشوفوا لك الحل المحامي والمحامي اللي هضرت معاه باقي يعني كان معرفه. وبقات شي ايام الله مشات عند اختها قلت لها نكري لك مع اختك يعني السيد كيتعدى عليك وهذه المعيشه يعني صعب عليك معاه السيد ما تكملش معاه. ايوا هما ربما ما عرفش ندير معاه جاء عنده قال طلب منا المسامحه ورجعت مرارا وتكرارا يعني. وكان شيء من الصغر هو يعني الرجل عنيف كيضربها يشبر الطبسي يعني ايام زمان يشبر الطبسي هي من هذه الطبسي ديال الجاج ولا هذه كيسيبوها كيضربها الراس ديالها كيدمي يعني دائما التعدو كان. ولكن ما حنا ما ظنيناش زعما يوصل للجرأة هذه يعني حتى يقتلها ولا شي حاجة يعني حتى العلم لله حنا لو كان عارفين غادي توصل به الجرأة هذه راه ما يمكنش نخليوها له قدر الله وما شاء فعل. لا ما بلي حتى بشي حاجة ما كيعني حتى بشي حاجة هو الإنسان عنيف قلبه قاسي يعني القساوة على ولاده يعني هذا الشيء هذا اللي كنقول لك وأنا مسؤول أمام الله كيجيب اللحم يمشي للسوق يجيب اللحم هبره ويعملها في النبيره يقولوا هذا عندك تحاديوها يجيب الشو يجيب الفحم يشويه قدامهم يعني الرجل القساوه يعني فات كل الحدود. يجيب اللحم يشويها وياكل وهما ولادو كيشوفوا يعني هذا الشيء هذا انا عمره ما سمعته لا في اي عالم يعني حنا انا بنفسي الى ولدي الى كلا الى كلا ولدي يعني بحال اللي كليت انا راه كان انا نعطيها لولدي ياكلها انا كنحس بواحد الفرحه اكثر من ناكلها انا. ولكن هذا السيد هذا ما عنده لا رحمه ولا شفقه وربما حتى هذه الايام اللي كان في المستشفى مشى الايام الاولى اللي كان في المستشفى مشات بنته زعما تصرحنا قلنا فين هي منا وحنا وما عزيناش عليك وما تخافش من الله جاوب لا 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 ما نخاف من الله ما عزيتوش عليا ما نقول لك شي ما كفينا هي يعني هذا الشيء هذا عنده عادي ما عندوش حتى شي مشكل في يعني السيد القساوه بلغت به واحد الدرجه كبيره. ايوا عالم بهم الله عالم بهم الله وليدي حنا كاملين النفسيه ديالنا راه نهار دابا بعد ساعات انا كنهضر واحد الساعات جبرني كنبكي. لا هو اللي ماشي حنا اللي توصلنا بالخبر هو الصحافه اللي قالوا حنا كنا ملي توصلنا حنا في الخبر كنا كنستناو في كوميسي سنترال. اما كيفاش مدفونه وهذه هو اللي قال كيفاش حنا ما عرفناش كيفاش مدفونه ولا فين مدفونه. شنو كطالبوا انتم كعائله ديال الضحيه؟ احنا كنطالبوا يعني يحكموا عليه بما يستاهل يعني راه يعني يعني كتبقى داك الشيء ديال السلطه احنا ما خصناش ندخلوا فيه يحكموا به بما يستاهل يعني فيها الاخفاء الجريمه وعذبنا ويعني 22 يوم ولا 24 يوم هو الضحيه عارف اين هي هو كيضحك على على السلطه وعلينا حنايا يعني تعبنا اكثر من الموت يعني الانتظار انتظرنا مسلمه مؤمنه مات صايمه كتصوم. كيفاش لقيتوا الخبر؟ كيفاش سمعتوا الخبر؟ وانا ما ساكنش هنا انا
انا ساكن انا ساكن قزنايه، وهذا اللي قال لكم ولد اختي هو اللي كاين. انا ما عندي ما نزيد وما عندي ما نقص. قتلها ماشي غير مره واحده، قتلها قتلها دعاتو الدوسي عندهم عند بوليس، قتلها عاود واحد المره داها الفاس، داها الفاس قتلها فاس، قتلها فاس حتى سهل معاها وجابها. واحد ولدها قال لك شبرها 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 حيد الحوايج مره عندها في صابانه وطاح عليها بيكو 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 طاح عليها بالضغط طاح عليها بالضغط. واش نقول لا حول ولا قوة الا بالله. الاسلام كاين اللي كتطالبوا نتوما في حقه؟ كنطلبوا اعدام. انا ما خصوش شي حاجة أخرى. عملت العملية مشات مسكينة سعات الفلوس على ولادي، جابت شحال الفلوس باش عملت العملية. نهار اللي عملت العملية ما كملش 8 أيام بدا كيضرب الحيط وقتلها. علاش القتيل كامل؟ عمل دار عمل دار على ولده، ولده عنده واحد عايل عايل وحده، عنده ثلاث بنات وعايل. واحد الدار عمل عمل معاه في النص ولده، كيقول لولده نوض رد لي الدار ديالي. وهي قالت له ما يرجعلكش، علاش يرجع لك؟ انا خدمت، هي خدمت مسكين في المعمل مليك. انا دخلت المعمل باقي صغيره، دخلت المعمل خدمت عليه خدمت عليهم كاملين. الدار هي بناتها، كيقول لولده نوض رجع لي الدار على سميتي. خي قالت له لا ما يرجعلكش، علاش؟ الدار انا بنيتها ما يرجعلكش. ودا العايل هز العايل داه الغابه، داه الغابه 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 امريكا الغابه هذه الفوقانيه، داه الغابه وش عملوا عملوا بين العواد كتفوا بغى يقتلوه، جاب الله هذيك العايل سلك هرب.